أما شهادة أن محمد رسول الله هي أولا تقتضي أن تعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تعرف أنه رجل من العرب من قريش اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناه بن قصي بن كلاب، وأن أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناه بن زهرة بن كلاب بن مرة، وأنه ولد بمكة وهاجر منها إلى المدينة وعاش في المدينة وأقام فيها دولته وتوفاه الله فيها ودفن فيها، وأنه ختم الله به رسالاته إلى أهل الأرض، وأنه أنزل الله عليه القرآن الكريم، وأنه جعله الله أفضل خلقه أجمعين وأحبهم إليه، وأنه خصه الله بالمقام المحمود والدرجة الرفيعة يوم القيامة، وأنه خصه الله بالشفاعة الكبرى دون جميع الأنبياء، وأنه جعل الله ما أتى به من عند الله ناسخا لكل شرائع مهيمنا على كل ما سبق، وأن الله فضل به أمته فجعلها خير الأمم، أنها آخر الأمم في الدنيا وأول الأمم يوم القيامة، وأنه تحققت له الرسالة، والرسالة مقتضية للنبوة، فلا يكون الإنسان رسولا قبل أن يكون نبيا، لكن يمكن أن يكون نبيا غير رسول، لكن الرسالة من شرطها النبوة. والرسالة في أصلها معناها أن يكون لك أمر مهم تريد توصيله إلى شخص أو جهة ما، فترسل به شخصا مهمته إيصال رسالتك. أما إذا وجدت إنسانا مسافرا إلى تلك الجهة فأرسلت معه رسالة، لا يكون هو رسولا بذلك، لا يكون رسولا إلا إذا كانت المهمة التي يسافر بها هي تبليغ هذه الرسالة. فلذلك محمد رسول الله، أرسله الله بهذه الرسالة إلى الثقلين كافة، إلى الإنس والجن، وحتى الملائكة المشهور أنهم يدخلون أيضا في رسالته. هذه الرسالة هي رسالة الله بدينه الذي ختم به دياناته إلى الأرض، وهو في الأصل الدين الأول عند الله. الله علم أن الدين الصالح للتطبيق والاستمرار هو هذا الدين الذي سينزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن البشرية تتدرج في حياتها وحضارتها، وأنها لا يمكن أن تستوعب الدين الكامل في بداية أطوارها، لأنها لم تستوعب خلقتها بعد ولا حضارتها، ففي كل مرحلة من المراحل ينزل عليها من الدين ما يناسب مستواها الحضاري ومستواها الثقافي ومستواها العلمي فتستوعب ذلك. فإذا تعدت تلك المرحلة نسخ ذلك الدين بدين جديد، حتى أكملت البشرية أطوار حضارتها ووصلت إلى نضجها الكامل خلقاً وخلقاً، ووصلت إلى تمام الوعي والإدراك والفهم والعلم، جاءها الدين الحقيقي عند الله. إن الدين عند الله الإسلام، هو الدين الحقيقي عند الله. كل الأديان الأخرى حق نزلت من عند الله وهي حق، لكن كانت مؤقتة في علم الله لا تصلح للتطبيق المستمر، وهذا معنى إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. والرسول يطلق هذا اللفظ على من يحمل الرسالة كما يطلق على الرسالة نفسها، الرسالة نفسها تسمى رسولا، كما قال الشاعر: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى وما أرسلتهم برسولي، ما أرسلتهم برسولي أي ما أرسلتهم برسالتي. أما النبي فهو فعيل، إما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، فرسول دائما بمعنى مفعول هو مرسل، لكن النبي يمكن أن يكون بمعنى فاعل ويمكن أن يكون بمعنى مفعول، ويمكن أن يكون من النبأ ويمكن أن يكون من النبوة. فالنبأ الخبر، فإذا كان النبي من النبأ بصيغة بفعيل بمعنى فاعل معناه أنه منبئ عن الله أي مخبر عنه، وإذا كان بمعنى مفعول فهو منبأ من قبل الله أي مخبر بالوحي، فهو الصادق المصدوق. هو الصادق إذا كان منبئا، وهو المصدوق إذا كان منبأ أي مخبرا. فنبي صالحة للأمرين، لأن تكون بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول.
وإذا كان من النبوة وهي الارتفاع فهو رفيع المقام، رفع الله مقامه وأعلاه وأنزله هذا المقام الرفيع. ونبي في الأصل فعيل، وأصلها مهموزة، قالوا نبيء، وهذا هو الأصل، ولكن لصعوبة النطق بالهمزة بعد الياء سهل قلب الهمزة ياء وادغام الياء في الياء فقيل النبي. وجمهور القراء يقرؤون بقلب الهمزة ياء وادغام الياء في الياء في الكلمات الأربعة التي جاءت في القرآن من هذه المادة: النبوة والنبيين والأنبياء والنبي، هذه أربعة. وانفرد نافع قارئ المدينة من بين القراء بهمزها، هذه الكلمات الأربعة يهمزها نافع ويدغمها بقية القراء. فنافع يقول: آتيناه الكتاب والحكم والنبوءة، ويقول النبيين، ويقول الأنبياء، ويقول النبي: يا أيها النبي اتق الله. جمهور القراء، بقية القراء جميعا، يقلبون الهمزة في هذه الكلمات الأربع فيقولون النبوة، ويقولون الأنبياء، ويقولون النبيين، ويقولون النبي النبي، يقولون النبي. والرسالة هنا لا بد أن تعرف أنها مقتضية لنفي هذه الرسالة عن من سواه، فلا رسول لهذه الأمة إلا هو. كل الرسل سبقوا في الأمم السابقة، وهذه الأمة ليس فيها رسول إلا واحد، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. وذلك مقتض ألا نلتمس الهدى ولا العلاقة بالله ولا تبلغ أي شيء من عند الله إلا عن طريق هذا الرسول، لأنك شهدت أن لا رسول لهذه الأمة سواه، شهدت أنه رسول الله، معناه أن من سواه من هذه الأمة ليس كذلك، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، الرسول في هذه الأمة واحد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. والرسالة تقتضي أربع صفات: الصفة الأولى هي الصدق، فلا يمكن أن يرسل الله رسولا كذابا أو يكذب بحال من الأحوال، لأن الله يصدق الرسول بالمعجزات، وتصديق الكاذب كذب، والكذب نقص، والنقص على الله محال. فلذلك إذا قال هو صادق صدقه بمعجزة دل ذلك على أنه صادق، وأنه لا يمكن أن يكون ما جاء به كذب بحال من الأحوال، لو كذب لكان ذلك طعنا في الله جل جلاله، لأن الله صدقه، ومصدق الكاذب كاذب، والكذب نقص، والنقص على الله محال. فلا بد أن يكون صادقا في كل ما يخبر به، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني أن يطاع في كل ما أمر به، فأنت أيقنت أن الله أرسله إلينا فهو لم يأتنا من عند نفسه، فإذا أمرنا بأمر لا بد من المبادرة إليه، وليس لنا الخيار فيه، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعته طاعة لله جل جلاله، لذلك قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا لا بد أن يطاع في كل ما أخبر به. ثالثا، لا بد أن لا يعبد الله إلا بما جاء به، فلا يمكن أن تتقرب إلى الله ببدعة تبتدعها أنت من عند نفسك، أو يبتدعها لك غيره، أو تقلد فيها غيرك. كل ما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة فهو مردود. فلذلك قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد،
قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل بدعة ضلالة. فلذلك لا بد من اتباعه، وهذا نوع من أنواع التوحيد يسمى توحيد الاتباع. أنا لا تتبع في التشريع إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يعبد الله إلا بما جاء به من عندي. الأمر الرابع أن تحبه حب الرسالة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فإذا كان أولى بك من نفسك فمعناه أنه لا بد أن تحبه أشد من حبك لنفسك التي بين جنبيك، وأن تحبه أشد من حبك للوالد والولد. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فهذا حبه رسولا من عند الله وهو مقتضي لذلك. فهذه أربع مقتضيات: أن يصدق بكل ما أخبر به، وأن يطاع بكل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به، وأن يحب حب الرسالة. فإذا حقق الإنسان هذه المقتضيات فقد حقق المقام الثالث من مقامات الشهادة.